حمودي لا 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 حمودي انا غلطان خلص حمودي انا قصه مساء الخير قصه مرحبا السلام عليكم كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير تعال اليوم يا جماعه الماله في رامي رامي العادي يا جماعه كل يوم الصبح مو بالصبح يعني على طول كل ما يسرح شعره تمام فيكوا في الماله بفي اللي حلا شعري ما بعرف ايش انه مو شلت له شعره وشعره قصير تعذب كثير طبشيته المهم اليوم امبارح هو خطر ببالي شيء واليوم راح اسويه اللي هو راح تسيبه لرامي جلطه تساعيه بعدد الدقائق المية مشان تفرح الصبية قوافي المهم الفكرة كالشكل التالي معنا ماكينة طبعا خلاص الساعة 8 الصبح تمام معنا ماكينة اخوي رامي مدفوس نايم عفوا ورحت جبت عند صاحبنا الحلو شوية شعرات تمام طبعا انا ما راح احلق له شعره بس بدي امثل انه عم بحلق له شعره وخلي يجي فيه ويشوف الشعر وبدي اشوف ردة فعله جاهزين ان شاء الله يزبط دعواتكم نقول بسم الله ليتس جو اشبك رامي اشبك ما بدك الا هذا اشبك راسي راسي عم بوجعك مثلي راسي عم بوجعك وانا كمان والله عمودي لك عمودي عمودي راسي لك عمودي اللي في ضهري يا رب اعمل لي مساج ضهري صار جامد شوي صغير مساج سوي مساج بس مساج صغير ماما ماما نامي ليش كل هالضرب كان شعرك؟ ليش كل هالضرب كان شعرك؟ حلفتك في رحمة أبوك وحلفتك في الله وحلفتك في كل الأنبياء ايه اوكي يعني ايش يعني شعر بطلع شعر أنا أحلى صباح عدى علي بحياتي كلها صباح الزناخة تذكر يوم سويت لي فياطني بملب البيض وهيك
ها؟ تذكر؟ حسيت يومي كله نشاط صار، وربي احلى يوم احلى يوم بعدي علي بكل حياتي، واليوم انت مو فوق هيك كلك نشاط وحيويه، شيلك من شعرك بس عن جد بده يكون احلى يوم بحياتك ويتم ذكرى طول عمرك، بكره بتشوف، اذا ما كان ذكرى طول عمرك بتقول لي يا حمودي انت ما بتعرف شيء. شلون؟ احلى يوم بحياتك راح يصير. رازي رازي حمودي ارجع. قبل ما اقول لي سامحتك قدام الكاميرا، في كاميرا ممكن اقول لي سامحتك قدامه برجع. اذا بنزل الفيديو او اذا انا برجع بطلع على اليوتيوب بكون انا تعرف ايش بكون؟ هاي مشان تعرف. سدي حولك روق. اي هاي مسجة. مش عارف هذا والله العظيم ما بيجي شعرك. طلي محله طلي احاول اخاي احاول وربي احاول ما بيجي يكون محلو كمان مسك هيك. والله ماما صح ولا لا يا جماعه؟ ما بيجي صحي له ماما الشعر المحلو بمسك ما بمسك يا ترى بمسك. ماشي خلاص هدي يدي ما في شيء. جاء ما في شيء شعرك والله ما في شيء. قوم طلي قوم شوفوا ما في شيء شعري ما في شيء شعري ربي ما في شيء. وهذا شو؟ شعرك جبته عند الحلاق اقسم بالله. هو عندي صار شعر عند الحلاق وربي هيك هذا شو هذا؟ كان كذا انا حطيته وربي هذا انا حطيته قوم طلي صرحه اذا في شيء اعطيك طلبه ما في شيء شعرك. قوم شوفوا ما في شيء رجع طلع تبع اللون هذا وتبع لون شعرك تبع هذا لك حمود شعري خلاص شعري لك يا ماما بس شعرك بمسك هذا شو؟ شو هو؟ انه بس شعر بفرجيك بس برفوس او ربي برفوس والله مصعب يا ابي يعني رامي راح من ابوك لا بيرحم من ابوك لا بيرحم من ابوك لا رامي راح تو راح من ابوك لا راح من ابوك رامي راح من ابوك لا رامي راح من ابوك لا رامي راح من ابوك لا رامي والله ما والله ما مشي والله ما مشي رامي ابوك لا رامي ما مشي خلاص اجي ساكت وجعني ما مشي خلاص هدي خلص ما بدك الهدا ما في شيء شعرك والله اخ امورك باللوز والله تعبوا شعري شي شعر الحلاق هذا تقدر تبوس ايدي اعتذر مني سرعه اوف اوه رحمة ابوك ما شلت ولا نقطه من شعري اقسم بالله ما شلت من شعرك طوابي مجنون هذا الشيء والله ما شلت شيء راسي ضربي هي مين رجلي كانت تضرب يا راسي هي مين حط لي اياها رامي لاني مشيخ تحته شفته؟ هي مشان رامي ما يشيخ تحته مين بتحط له اياها؟ كهني هو كمان كشفنا شخاخين يا رب يسعدكم يا جماعة سهلة واو حوالين هذي ده
دياتي ده ايه كفو بتاع اقسم بالله حرني حرة من الصبح مش هتصلي احلى وريب المهم يا جماعة ربي يسعدكم ما بعز الكاميرا لقيتنا مش وحطلع والله ما عبطتني وعبطت الدنيا لقيتنا ما بعرف يا جماعة بس اقسم هو بشافني يعني شافني كل يوم الصبح بشوفني شلون ما بتعذب بشعري بقوم بصرحه عرفت لما كان طويل هي جارة الامي بتجي الصبح تشرب عندها فنجان قهوة لما كان هو الصبح لما كان ايش اسمه لما كان انا طويل امرامي صراصي المهم ربي يسعدكم اعجبكم الفيديو حطوا لايك اشتركوا القناة حبكم الفيديو استنوا فيديوهات جديدة استنوا فيديوهات جديدة زعلوا الفيديوهات القديمة حبكم الفيديو كمان محمد مصلي ورامي مصلي وقدامكم قدام اخوي رامي في شيء حلو انا مجهزه راح نزله ما بدي احكي فيه شيء ما بدي احكي شيء هلا لبين ما يجهز المهم وقدام عم بحكي ما راح يقدر لا هو يكشفه ولا حدا يكشفه بس انا عم بجهزه انا اوريدي استنوني فيه وعد انت مجنون انت لا لا انه يعني ربي يسعدكم يا جماعه بنشوفكم بسكتشات ما عاد ننزل ابدا مقالب نهائيا انا بالنسبه لي ما عاد انزل ولا مقلب واذا بتساوي فيني مقلب ترك اليوتيوب من ساعته من ساعته بترك اليوتيوب ابشر المهم ربي يسعدكم احبكم كثير بنشوفكم فيديو جديد و السلام سلام عليكم راسي ما بعرف ليش ضربتني ما ضربتك شيء شدت لك شعرك انت حموده منين جبت الشعر؟ منين جبت السامة وقالت الحلاق؟ بشوفه ناجح نجاحه غامض بنجاحه هاد كم واحد ضاغط عنده طريقة مو بالموسيقى نجاحه فعلي هي الحقيقة